سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في شمال الخط في كيك سيدي يفني، وغالب فيه الصفا مع الشمس في جنوب العيون. اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش، وغادي يزيد رحمنا الله باشتيوات الخير في المناطق اللي في شمال الخط شفشاون الدار البيضاء. الريح غادي يصوت غربي في جل النواحي، ما عدا في اللوكوس الريف والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت من الجهه الشرقيه، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة في جل النواحي قل من 55%، ما عدا في السواحل ديال اللوكوس الغرب وناحية عبدة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار مازال معتادلة بحال ديال البارح، 16 درجة في اللوكوس والأطلس المتوسط، 19 درجة في عبدة تافيلالت الريف والمنطقة الشرقية، 20 درجة في ناحية سايس، 21 درجة في الغرب وناحية درعا، 22 درجة في الشوية دكالة وناحية تادلة، 23 درجة في الحوز، 24 درجة في واد الذهب، 26 درجة في سوس، و 27 درجة في الساقية الحمراء. إذن الحال غادي يعاود يتغيم في غالب النواحي الشمالية والغربية بلادنا، وغادي يزيد يعتقنا الله باشتيوات الخير والبركة في عدة مناطق اللي في شمال بلادنا، واللي معروفة بإنتاج القطنيات ديالها وبالخصوص إنتاج الفول والجلبانة واللوبيا البيضاء مثلا، واللي خاصهم يتزرعوا دابا إلا ما كانوش يتزرعوا بعدا. وهذا علاش هذا الطقس خاصو يشجع كل الإخوان اللي ناويين يفلحوهم نظرا للقيمة ديال المنتوجات ديالهم، وكذلك نظرا للخصوبة اللي تيعطوها التربة. وإن شاء الله بالتوفيق، الله يزيد رحمنا.